بسم الله الرحمن الرحيم. أنا حفظكم حوا محمد سليمان مالود في القرية القوكر اللي دمين أحمد حسن نازية في معسكر الجنينة أبزر. طبعا أنا ما قريت ولا حاجة، لكن حاجة حصلت عني أنه من الحكومة السودان الخاينة الجبانة البتاجر بناس بشوفوا بيني وبسمع بأداني، لكن ما بعرف بقرأ حاليا هسنين قاعدين في معسكر الأبزر بعد قتلوا أولادنا وخوالنا وجدودنا والبناتنا وشالوا مالنا، بعد حس حاليا بتاجروا فينا في معسكر الأبزر، يقدموا معرسين بتاعه ويجوا يقولوا منظمات دايرين منكم الاسم عشان ياكلوكم يسقوكم يكسوكم، نينا نجروا مساكين نمشوا ندوا الاسم يشيلوا يمشوا يشتغلوا انه ضد البتل بتاعنا دكتور خليل وجنوده، نينا ما اقل في الاسبوع ياخذوا اسمنا 4 مرات 5 مرات. انا حاسه قاعده معاكم ده لو قاعد زي ده كان جا ولد يرسلوا معرسين الشيوخ والأمت بيبقوا فينا بياكل القروش دي، يقول امشوا مرة دي مشى في بيته ولا ده بيقول شنو بيجوا بتأكدوا. انا بخاف انه على نفسي نقول ده ولدي جا من خرطوم جا من جوبا جا من نعلة نتبروا لي حسا، وحاليا نحن تعبانين واولادنا تعبانين في جزارتهم وقفوا على اجلينا، وخدت الخير رئيس التشادي ادريس دبي لزمانا وساعتانا برا لنا سلاح برا لنا الاكل برا لنا عربيه وداركنا يعني سرقه زي السيوان ده، ونينا نشكره رئيس ادريس دبي اخونا اليمين للدكتور خليل. دكتور خليل ابونا وجدنا وولدنا وجندي بتانا ورئيسنا هسه حاليا، لينا عارفين الدكتور خليل ما عارفين الامر الخاين الجبان بتاجر فينا. ان شاء الله باذن الله دكتور خليل بجنوده باولاده كلهم ربنا ينصرهم. يا اخوانا يا رجال ما تطلبوا الحقوق تلبسوا الكاكي. انا حوا محمد سليمان عمري 58 سنه انا وراكم، نمشي نخش الخرطوم نمشي نخش الخرطوم، ننزل خاين ننزل عيب ننزل نحب وجمجويد، نستلم بطرالنا يكون اداره في يدكم. دكتور خليل رئيسنا انا نطالب حقوقي، انا حتى حق ما بعرف قالت انا كبيره سنة جوزة، لكن اذا كان ماشين خرطوم انا بوراكم هنمشي معاكم، اذا كان ماشين في اي مكان خاشين في الحفره على اساس تطلعوا عمر بشير لو دخل في حفره انا اعطيكم من وراكم هطلعوا ان شاء الله. كتاب النطو هنا لغنو ها إلا وسوس كم انت أمركم من داي هو انت من نار إلين أي كان يتر كوكو لاي يما ولا كان يتر كوكو لاي كان يتر كوكو لاي كان يتر كوكو لاي
قال من الشباب اللي بيلعبوا الداله والكشتانه وموجودين في داخل السودان مع عمر بشير، قال هذا قال عيب كبير جدا كشباب دارفور او كسودانيين عامه، وقال ان شاء الله في دور الجاي نحن نلبس حتى النساء نلبس كاكي ونتحرك معاكم حتى نحرر ان شاء الله السودان. أول رسول صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد غادة 38 هرابة للحسوة نين عمر بشير تنن مي ولا بسلو إرموسن ولا هم إرموسن إلا عمر بشير إقوى جزر مينا فندوكو مينا من يونغا قدو وقت إلم دكتور خيل الحكم تتيبين قال حتى الرسول صلى الله عليه وسلم هارب مع المشركين والكفار وشاف المعاناة، ونحن لابد أن نصبر لهذه المعاناة الآن نحن فيه في تحت الأشجار، وحتى إن شاء الله مربشير ده نحن نقبضوها ونجلس فيها كمثل معناة الشباب أو الأطفال يقنوا في الفندق هنقن فيه وجاء خلاص دكتور خلي الحكم كتيبنا علم حق منه من داني اقوي مولا أفكرني مولا نصر كنني رأس مولا.